أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله ثم ما لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم.